يسعدني أن أكون معكم في هذه الدارة الفنية التي تؤكد على أهمية الصورة بالكلمة والصورة، الفن في هذه الدارة التي أتردد عليها من مدة لأخرى. فالصحافة كما رأت الدارة والمشرفين عليها ست سهى شومان وجدت أن الصحافة أيضاً فن، بالإضافة أنها كلمة ورأي. رأت هذه الدارة أن الصحافة هي فن وفكر في وقت واحد، وهي التزام أيضاً. وهي الصحافة كما نعرفها وتعرفونها وسيلة لصنع التاريخ الإنساني والمكان في زمن ما. كان وما يزال للصحافة الدور الكبير في صناعة الرأي العام والتأثير على الناس سلباً أو إيجاباً، وما يزال هذا الدور حقيقة، وإن تغيرت أدواته في الوقت الحاضر لتصبح الصحافة اليوم غيرها بالأمس. ونحن نقول أن الصحافة الورقية أصبحت الصحافة التقليدية، والصحافة الجديدة الرقمية تأخذ مكانها رويداً رويداً وتهدد بإلغاء الصحافة القديمة. من هنا يأتي أهمية هذا المعرض ومثل هذه الكتب ومثل هذه الجمعات لمناقشة موضوع هام لا يزال على أجندة العالم عن الصحافة. فإذا سمعتم الأخبار بالأمس أو اليوم في عهد ترامب مثلاً له عداء مع الصحفيين، فهذه ظاهرة جديدة في أمريكا، لأن أمريكا دائماً كانت الرؤساء يحاولوا أن يستجلبوا الصحفيين لجانبهم لأهمية الصحافة. موضوعنا هذه مقدمة قصيرة عن الصحافة في الوقت الحاضر تحتاج إلى محاضرة طويلة. الصحافة الفلسطينية، موضوع الورقة التي تستند على كتابي وعنوانه كما قال الزميل صحافة فلسطين والحركة الوطنية. الكتاب أو الورقة سأمر بسرعة على نشأة الصحافة وأهميتها وأجندتها ومواقف كأمثلة من التاريخ. فكما نعرف مثلا نبذة صغيرة عن الصحافة الفلسطينية، بدأت مسيرة الصحافة الفلسطينية منذ القرن العشرين، وكان تأخير صدور الصحف الفلسطينية بسبب أن الفلسطينيين كان هناك عدد هائل مثقفين، لكن كانوا يعتمدوا على الصحافة في الأقطار العربية وأهمها في لبنان وفي مصر وفي بيروت مركز الصحافة. هلا جاي للصحافة كبداية. مرت الصحافة في فلسطين في مراحل. الكتاب أو المحاضرة يعني راح أتناول كيف بدأت في زمن الحكم العثماني. 1908 أصدر كان صدور الدستور وسمح، كان ممنوع يصدر الصحف، كان وقت التتريك كانت اللغة العربية مهانة، ولذلك 1908 صار هناك نوع من الحرية فوجدت صحف فلسطينية، من أهمها جريدة، مش راح أذكر كل في الكتاب موجود كل اسم صحيفة، لكن في المحاضرة سأركز على جريدة الكرمل صدرت 1908
لنجيب نصار لأول من نبه العرب لنوايا إسرائيل اسمه الصهيونية في استلاب الأرض. في أول جريدة قبلها كان 1907 جريدة الترقي لعادل جبر، اسمه معروف ضل بالصحافة في خلال فلسطين. استعمل الوطنيون الفلسطينيون الصحافة كوسيلة للوصول للرأي العام، وهذه أزعجت السلطات العثمانية كما أزعجت كما سأذكر السلطات البريطانية تحت الانتداب. في زمن الحكم العثماني صدرت عدد من الصحف وصلت إلى 15 صحيفة، منها السياسية والأدبية والهزلية والمدرسية. صدرت 12 منها في القدس وثلاثة في حيفا. كانت حيفا ويافا مكان للصحافة قبل أن تصبح القدس. 1914 أي قبل الحرب العالمية وصل عدد الصحف الفلسطينية 36 صحيفة. لم يكن في فلسطين صحف عبرية ذات الوقت، لاحظوا عند العرب 36 جريدة، عند اليهود ما كان فيه. لماذا؟ لعدم إلمام اليهود باللغة العبرية المكتوبة، كانت لغة محاكاة فقط. ليش؟ لأنه قلة عدد نسبة اليهود في فلسطين. هذه المعلومات كلها بتوثق حق الفلسطيني في أرضه قبل اليهود في كل شيء. الصحافة نوع من التراث، وهو تراث وهو وثائق. هدول اللي شايفينهم في المعرض هذه وثائق قيمة عن القضية الفلسطينية وحق الفلسطيني إنه كان موجود، مش زي ما قالت جولدا مائير Who are the Palestinians? They never exist. We existed. وكان في صحافة قوية وعدد هائل من الصحف منذ البداية، من يعني 1908 1897 كان في جريدتين اشتغل فيها عرب لكن ما بنحسبهم صحافة فلسطينية صادرة باللغة العربية لكن تتكلم باسم السلطة العثمانية. هوني في خلاف في التوثيق مرات بين الصحفيين. اللي نافست جريدة الكرمل جريدة فلسطين 1911 برضو تحت الحكم العثماني، ونافستها في الإشارة لنوايا العدوانية الصهيونية. فكان يكتب فيها العرب الشيخ سليمان التاجي الفاروقي على زمن العثمانيين ندد بامتيازات اليهود ومحاولة سلب الأراضي، فكان شاعر فنشرت له جريدة فلسطين شعرا قال فيه: بني الأصفر الرنان خلوا خداعنا، فلسنا عن الأوطان بالمال نخدعوا عن شراء الأراضي. يهود وما أمر اليهود بخائل، ولكنه شعب له المال أجمعه. أحكامنا ما خطبكم ما أصابكم، ألم يأن أن تصحوا ألم يأن أن تعوا. لقد أجمع الأعداء فينا سكوتكم، فهل كلمة منكم فنرضى ويقلعوا. يعني كان العرب عندهم الجرأة يحكوا من خلال الجرائد. في غابة الصحافة هذول أكثر يعني جريدتين سياسيات نذكرها في فترة الانتداب. وكان هناك جريدة الجرائد الأدبية عددها كبير،
ليش؟ لأنه كان يأخذوا الرخصة كمجلة أو جريدة ثقافية مشان يغطوا عن أهدافهم ويوصل للناس عن طريقة الصحافة. في بدي أختصر لكم لأنه الموضوع لما أفوت فيه بعرفش أطلع منه. لا فيش جريدة الدفاع مرحلة تانية. في عنا زي ما قلت أنا شوي بدأ سنة انطلاق الصحافة الفلسطينية 1908 هذه مهمة، وجريدة الكرمل وفلسطين اللي كان عمرها أطول جريدة عمرا سنة 1968 اختفى اسمها وانضمت يعني صارت في تابعة للصحافة الأردنية ومع جريدة المنار وبعدين مع جريدة الدستور. فجريدة الدستور أصلها جريدة فلسطين. عيسى العيسى صاحب جريدة فلسطين زي ما بتعرفوا وهو من يافا. الصحف المجلات الأدبية في كانت من أهمها النفائس العصرية لخليل بيدس، وهو معروف يعني في إنه رائد القصة القصيرة فلسطين، وإله مواقف كانت رائعة. توقفت المجلات قبل الحرب العالمية الأولى وعادت تحت الانتداب. من الذين كتبوا من الأدباء والمفكرين في النفائس العصرية من كتابها السكاكيني واسكندر الخوري والبجالي ونخلة زرايق وإسعاف النشاشيبي وعيسى العيسى. إسعاف النشاشيبي أنا كنت مؤخرا في القدس فصورت دارته وفي عندي دراسات عنه. شهدت هذه الدارة الجميلة مثل هالدارة هون شهدت نشاطات مش بس المثقفين والشعراء الفلسطينيين العرب أيضا. في مجلة المنهل 1913 هلأ بخلص من الحكم العثماني كانت صدر العدد الأول منها بأربعين صفحة المنهل. يا ريت صح فيها. ليش؟ يعني هذا بدل أربعين صفحة لمجلة ناشئة. ليش؟ لاهتمام المثقفين بهذا وكانت غطاء لأفكارهم السياسية. هلا المرحلة الانتداب البريطاني مضت بعقود لم يتسنى للصحافة الفلسطينية بالكشف عن خداع بريطانيا أثر صدور ونشر تفاصيل الوعد المشؤوم 1917. ما كان في صحافة فلسطينية. فشو عملوا بريطانيا؟ ما نشرهاش بالصحف العربية خوفا من هياج الجماهير، عارفين انهم بيعملوا اشي خطأ. اول من نشر عن وعد بلفور الديلي اكسبرس بتاريخ 8 تشرين الثاني 1917، نشرت نص وعد بلفور، ونشرت تايمز والمورنينج بوست الخبر تحت منشيت عريض. لاحظوا كان المنشيت فلسطين لليهود، هذه بالصحافة وما فيش صحافة عربية فلسطين ترد عليها. كانت كمان جريدة المقطم في القاهرة نشرت نص وعد بلفور ويبدو أنها كانت تتعاون مع السلطات. في الانتداب البريطاني 1919 كان حكم عسكري وكان في صحف مرآة الشرق وبيت المقدس وبيت لحم. أنشأت يعني بريطانيا دوري مكتب زي أكنه عمل بوليسي اللي يراقب الصحف شو بكتب.
في العشرينيات الحقبة اللي مضت فيها الصحافة تحت الانتداب، العشرينيات، الثلاثينيات والأربعينيات، هذا عدد الصحف الصادرة في العشرينيات. لاحظوا الرقم هلا، وصلت يعني 44 صحيفة، 44 صحيفة ومجلة، من بينها 8 سياسية و10 أدبية و5 اقتصادية. فالصحافة الفلسطينية كانت متنوعة وتغطي كل الموضوعات. وبرزت الصحافة اليومية في العشرينيات، لأنها كانت الصحافة بالأول مرة بالأسبوع. من أهم هذول الصحف كانت الصراط المستقيم 1925، ورجعت فلسطين بعد ما توقفت، رجعت وأصبحت يومية وظلت محافظة على روحها الوطنية. في بين 1920 و29 كان في عدم يعني بلورة للسياسة فلسطين، ظهرت زعامات بين الناس، وانتم بتعرفوا التاريخ، تقاسمت الزعامات عائلتين في القدس اللي هي النشاشيبي والحسيني، ومن هذا يعني وكان نسبة الأمية بين الفلسطينيين في هذه الفترة عالية برضه، ولذلك كان الشعب يعني تواق لمعرفة ماذا يجري. مشان هيك على غلاف الكتاب مثلا أنا قلت عن الزعامة، أنا اللي صممت الغلاف وحطيت الفلاحين أو الناس اللي ما بيقروش قاعدين على المقاهي، وكانوا يجيبوا أولاد المدارس أو أحد يقرأ لهم الجريدة كلهم. فهذه من بتدل على قديش الفلسطينيين كانوا يحبوا التعليم والصحافة. الاتجاهات السياسية زي ما قلنا، لأنه كان في زعامات، بعض الصحف يعني كان في مش لون واحد، وكان فيه مهاترات للصحافة، كانت اللغة يعني اللي يقراها الكونتنت فيها يسبوا بعض أو يخونوا بعض، ما كان فيه هديك الوعي اللي يعني يحفظ قيمة الصحافة بشكل. إلا أن الصحفيين كان لهم الصحافة مركز مهم، كانوا يحاولوا هم في العشرينيات يصالحوا المتخاصمين من القيادة بدل القيادة ما تصالح الصحافة. فكانوا مثلا في المجلس التشريعي ما كانوش راضين العرب، فكتبت الصحافة: الأمة أجمعت على رفض المجلس التشريعي، ولا تختلف وظيفة الصحفي الحر في بلادنا عن وظيفة الجندي. فالصحفي كان يعتبر نفسه جندي زي أسرانا حاليا، زي الشهداء، فهو يحارب الجهل والاستبداد وجها لوجه. من أبرز الأحداث اللي يعني الصحافة، أنا المعلومات أخذتها من الكونتنت، من مضمون الصحف إذا تقروا إيش المضمون بدل. أكثر مضمون في العشرينات لفتني وكتير كتير كان محزن وكتير شديد، لما زار بلفور فلسطين 1925 لافتتاح الجامعة العبرية. الصحفيين هون لعبوا دور رائع. إذا عدتوا للصحف القديمة بتشوفوا بعض الصحف كانت حاطة يعني الصفحات باللون الأبيض والأسود أو الأسود، حتى البيوت رفعت الشارات على البيوت وعلى الملابس وكله، وكانت في خطب بالإضافة تعزز أقوال الصحفيين. مثلا جريدة الكرمل اللي عندكم فيها بتاريخ 27 مارس 1925 كتبت:
كان نصار يفاخر أمام الجميع عودته للحس الوطني وضد سياسة بريطانيا، يقول موجها الكلام لبلفور: أظن أن دولتك تعذرني إن قلت لا أهلا ولا سهلا، سترى أمة حزينة وشعبا هانت قواه يقوم بالدعاء في الجوامع. يعني موقف الصحافة كانت مواقف رائعة، ويعني في ممكن أيضا إذا ما فيش نسخ من الصحافة الفلسطينية الرجوع هون، لأني أنا أعتبر الباحثين نعتبر الصحافة جزء من التوثيق الذي نعتمد عليه وموثوق، لأنها الصحافة هي مرآة المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ولذلك ممكن الرجوع إلى المقطم القاهرية والسياسة الأسبوعية والشرق الأدنى والبلاء والشورى. الشورى كانت تصدر بالقاهرة، وصاحبها نابلسي اسمه محمد علي الطاهر، ولعب دور كبير. كان الأحرار زي ما الصحافة سمت الأسرى في سجون السلطات البريطانية، ياخذ يبعثوا له سريا السجناء والأسرى، يبعثوا المقالات وينشرها في القاهرة في جريدة الشورى، إذا مهتمين يجيبوا الشورى من الجرائد يعني الموثوقة. المرحلة الثالثة من الصحافة تحت الانتداب أو بدايته قبل الثلاثين تبدأ من 29، يعني صارت ناضجة وصار لها أثبتت وجودها في العشرينيات، أصبحت أقوى الوسائل الجماهيرية في التعبير عن الرأي مثل الفيسبوك هلا. يعني صار واسع الانتشار، فصار شوية تحسين في الثقافة بنش نقول، لأنه كان عندنا نسبة الأمية لا زالت. هذه المرحلة الصحافة لأنها أثبتت وجودها ووصلت الرسالة ووقفت مع الشعب وقضاياه وآلامه وحتى المهاترات الصحفية، لاحظت لجنة شو اللي إجت على فلسطين، أكيد عارفين عنها، مشان يقيموا الوضع بعد هبة 1929. قالت لجنة شو رسميا في التقارير بتاعتها وطلعت عليها إن الفلاحين الفلسطينيين كانوا أوعى سياسيا من كثير من الأوروبيين، بالرغم من نسبة الأمية المرتفعة بينهم، وزي ما قلنا كانوا يلتفوا في المقاهي حول أي طالب أي واحد يحكي لهم. فهذا بدل يعني صوت الشعب سنة 29 في مقالة منقولة أيضا عن جريدة الشورى المصرية، جاء فيها قال: أصبح لليهود نفوذ شديد في حكومة فلسطين، نعلم أننا أخذنا نضيع نفوذنا عند الفلاحين، فإذا لم نفعل شيئا لإزالة الجور فإني أخشى من تجديد الاضطرابات والمشاكل لا محالة. كانوا الصحافة أصبحت تهدد السلطات البريطانية وكانت تخيفها. يعني اطلعت على البرقيات السرية لما عملت البحث، كانت تعرف في بعض الوثائق تطلعش من المكتبات وبتضل سرية إلا بتطلع بعد 40 سنة. لما عملت البحث ما كانش بعض الوثائق، كانت ما زالت سرية وطلعت عليها. فكانت سرية من المندوب السامي، أول مندوب سامي زي ما بتعرف صمائيل كان يهودي، كانوا يبعثوا التقارير كل حركة كل نفس فلسطين لوزارة الخارجية والسي اي دي عندهم. في الثلاثينيات نضجت الصحافة أكثر والوعي أكثر، ووصلت الرسالة وأصبح الشعب متشبث بالصحافة وبالرأي، أصبحت أكثر التزاماً. صار يشعر الآن في الثلاثينيات في ثورة القسام 1935 اللي
أشعلت الثورة 36 وثورة القسام بيقولوا لها ثورة الفلاحين، لأنه كان بتعرفوا يعني كل ما كان الواحد قريب من الشعب بيكون ناجح، فكان ناجح في هذا. الصحف في هذه الحقبة 300 وصلت عددها، لا تتفاجئوا، 43 صحيفة تنوعت بين السياسية اليومية إلى 9 صحف، وتحولت جريدة فلسطين زي ما قلت 29 لجريدة يومية، وبعدين كان في سياسية أدبية وفنية وسينمائية وكشفية وصناعية وعلمية ومدرسية ودينية، هكذا تنوعت. هلا احنا ما عندنا كل هذا يعني أمثلة كتبت جريدة فلسطين على لسان مزارع 1930 تقول على لسان المزارع: إنني أبيع أراضي وممتلكاتي لأن الحكومة تكرهني على دفع الضرائب وأعشار في وقت لا أملك فيه الوسائل الضرورية لإعالة نفسي وأسرتي. هذا كله توثيق موجود. 1930 مات بلفور، الله لا يرد، صاحب الوعد المشؤوم، فشمتت فيه الصحافة وكتبت فلسطين ب 23 مارس غير حزينة: مات بلفور ويجب أن يموت وعدهما. بعض الصحف كتبت: نحن لا نشمت ولكن الحمد لله على موته، على بلفور. فالصحافة أنا يعني في الصحافة غضبت غضب وفظيع في 1930، وسجلت وحشية بريطانيا بشكل زي ما في وحشية بنشوفها في الوقت الحاضر، القتل بدم بارد. كلكم تعرفوا شهداء عطا الزير ومحمد جمجوم وفؤاد حجازي الذين اعتقلتهم السلطات على أثر هبة البراق 1929. الصحف لما وصفت كيف أعدموهم، أنا وأنا أرى الصحافة هون تلخيص كله رؤوس أقلام أب، يعني كانت وصفة في جريدة الزهور هذه أدبية، كيف وصفت لها؟ تقول عن الإعدام: كانت الجماهير تقف خاشعة كلما دقت الساعة معلنة 8 والـ9 والـ10، ويملأ الفضاء أصوات المؤذنين وقرعات أجراس الكنائس حزنا على الشهداء. يعني هذه الحادثة التاريخ ما حد بنساها، ولهم يعني في احتفالات، مش احتفالات، بيتذكروهم في هذا التاريخ كل المخلصين الوطنيين. فهي 35 نقدر نوقف عند الصحافة ونقرأها. نشرت الصحافة قول أبو جلدة، هذا كان من الثوار، وقد خرج من المحكمة والابتسامة تعلو وجهه وقال: مع السلامة يا شباب، الدنيا فانية. يعني الصحافة كانت تحرض الرأي العام. احنا هلأ الفيسبوك صاروا بدهم يسكروا اللي بيحضر، نفس القصة يعني التاريخ يعيد نفسه بس بأدوات جديدة. فالصحافة تحرض وتقود الرأي العام. يعني تصدى الصحفيون في اجتماع عقدوه 1933 للاعتراض على معاملة الصحفيين وإغلاق الصحف وقانون الصحافة سيء الذكر. 1933 يعني من أبشع قوانين الصحافة في العالم بالتاريخ، وفيهم بالملحق عنه المادة 19 كيف الصحفي لازم يتصرف، وكان عليه قيود كثيرة وانحبس كثير. الصحفيين كانوا شجعان وكانوا وطنيين، ويعني راح منهم شهداء برضه،
يعني في الثورة بدنا نيجي 36، الصحافة كانت هي زي الخبز، زي ما قال المناضل يحيى حمودة، قال أنا عملت له محاضرة مقابلة لما في السجن، كانت خواته ياخذون له الأكل يحطوا له الجرايد، يحطوا له الجرايد يخبوها في عبهم، وقال لي كان كنا ننتظر الأكل بس كنا ننتظر أكثر الجرائد ونعتبرها أهم من الطعام. كان شومان موجود معهم بالسجن، مجموعة من أسماء عبد المجيد شومان، وكان هو عبد الحميد شومان، فكان قائده بالسجن، تعرض يعني معاملة سيئة فأضربوا كل السجناء. كيف هلأ مضربين؟ في التاريخ الوطني الفلسطيني نفس القصة، وكان عمل شامبيون علمهم رياضة، كان أكرم الزعيتر، كان الشقيري، كان يعني كل القادة، بديش أذكر لأني بخاف أنسى عدد كبير منهم. إضراب 6 شهور قبل الثورة، هذا يعني زعزع كيان السلطات البريطانية، وسببها الصحافة اللي وقفت وقفة وهبة واحدة. كتب عيسى العيسى في جريدة فلسطين بتاريخ 1 مايو، بكرة زي عيد العمال، أيها القادة اسمعي كلمة صادقة عن إخلاص، نعترف لك الآن الزعامة ونترك لك مقدرات الأمة. كانوا دائما الصحافة تنتقد الزعامة، بس في ثورة 36 انبسط الصحافة من الزعامة وأثنت عليها. الصحافة برضو وثقت العقاب اللي حاق فيها بين 1937 و 1938. عانت صحافة الدفاع والجامعة الإسلامية والصراط المستقيم واللهب من يعني إقفال دائم، يقفلون بس يرجعوا، مش يتعلموا الصحفيين، يرجعوا يكتبوا ويرجعوا فالأسباب كانوا يقولوا مقالة شديدة الخطورة، مقالة نارية، هيك يسموها البريطانيين، أي شيء أي نفس. فعانت الصحافة كتير. قالت الجامعة الإسلامية متحدية السلطة بعد أن أغلقت لمدة 21 يوم، إيش قالت؟ بدل ما تخاف وتبطل تكتب، قالت نحن نتقبل التعطيل بقلب رحب وجأش ثابت، نرجو أن نهأني الشعب في أول عدد يصدر بعد استقلالنا، بعد رجوعنا. يعني كانت الصحافة تعتبر الإغلاق وسام على صدرها، يعني لعب الصحافة. مشان هيك هذا يعني بشكر ست سهى على هذا المعرض والاهتمام بالصحافة وإلقاء الضوء عليها، لأنه التاريخ لازم نتذكره ودائما عشان نتعلم منه. الكاريكاتير لعب دور بالصحافة، قريب الكاريكاتير على الناس، لكن ما كان عندنا متخصصين مثل اليوم بالكاريكاتير، كانت تأخذها عن الصحف البريطانية. إذا أنا كل هذول الصور عندي على الفلاش بتاعي أو هون في خليني. الصحف البريطانية كانت برضو مرات كتير تتندر، مثلا الكابشنز تحت الصور، أنا حاطة صور هون، صورة التمساح مثلا، أو رقصة، أول واحدة رقصة الموت 1936، وكانت رقصة الموت مفاجئة.
التمساح هون ممكن الصور أكثر من الكلام بتعبر. يعني عنوان الكاريكاتير الكابشنز واحدة اسمها رقصة الموت وواحدة اسمها التمساح. التمساح بيقول للفلسطينيين تخافوش، راح أكلكم، هذه عن بريطانيا بس بلطف. واحدة من الصور كاريكاتير القطط والفئران، يعني كل كاريكاتير هذا القطط والكلاب. وزير الخارجية بذيع الأخبار من الراديو البريطانية، وحواليه القطط وفئران. الوزير يقف فوق الراديو، وباللغة العربية والإنجليزية جاء التعليق تحتها مقتطفا من خطاب وزير الخارجية. شايفة إنه يعني هو يعني بنظر للفلسطينيين والشعب قطط وفئران. يعني لعب دور مع إنه ما كانش عنده كاريكاتير، كانوا ياخذوه. أيهم بعض الصور، وكلها مأخوذة من الصحافة البريطانية. كل أرشيف العالم بريطاني كله. أنا لأني رحت على المتحف البريطاني ورجعت للمصادر الأساسية. المعتقلين تبنت الصحافة، كانت حريصة على دورها الثوري الملتزم في الثلاثينات ودور السجناء، وكانت تسميهم الأحرار، كانت تسمي السجناء الأحرار. ونشرت الصحافة قصائد وطنية كانوا يهتموا فيها، ومنها لإبراهيم طوقان ولأبي سلمى، وقصائد نوح إبراهيم وعبد الرحيم محمود، وكان إحداها التي رددها الوطنيون للأخير اللي هو عبد الرحيم محمود: سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاول ردها، كلكم تعرفوها: فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يفيد العدا. طولت عليكم بس خلص شوي. العقد الأخير النكبة خلص بعد يعني الأربعينيات، بطل فيه هذيك الروح الثورية لا للناس، صار في إحباط. ويعني جريدة فلسطين كتبت في 1944: تذكر أيها العربي أنه من المخجل أن إعادة بناء جبهة وطنية يحتاج إلى أعجوبة. يعني زي ما لحد هلأ من 1944 صاب الآن، وكان في عدد كبير من المثقفين، يعني وصلنا للثقافة العالية في هذا، بس ما قدروش يعملوا شيء مع الأسف. نرجع شوي، زي شفته في المعرض عن الإذاعة، الإذاعة لعبت دور برضو في الثورة وفي فالإذاعة. يعني بس أعطيكم مثال واحد، في افتتاح الإذاعة حضر المفتي وحضروا كل القادة والمثقفين. السكاكيني كان يشتغل بالإذاعة وكان المفروض يلقي كلمة في يوم الافتتاح. فتعرفوا أنه اللغة العربية واليهودية والإنجليزية كانت ثلاث لغات، أعطوها لليهود مشان يصير لهم هوية. يعني فسمع المذيع اليهودي يقول: إرث إسرائيل، إرث يعني هنا أرض إسرائيل. فكان المفروض إنه السكاكين يلقي كلمته، اعتذر ما لقاش الكلمة. المفتي كان قاعد مع الأسف ما انسحبش، فالصحف هاجمت، يعني علقوا كتير كتير على الموقف. لعبة المثقفين
الفلسطينيين لعبوا دور في إحياء اللغة العربية، وإبراهيم طوقان كان رئيس القسم العربي في عجاج نويهد، في أكرم الزعيتر، في كانت الإذاعة تدور على اللي درسوا بالجامعة الأمريكية وبيعرفوا اللغة الإنجليزية، حازم الزيبي، عارف النجار، كانوا ذاعوا برضه رغم إنهم مش صحفيين لكن مشان اللغة. وكان اللي يراقب في كله رقابة كانوا عرب، فكانوا يتفقوا مع بعض لما يراقبوا هذا ما متحذفوش وهذا مشي وهذا، فكان لهم دور برضو. الإذاعة لعبت دور في برنامج المرأة وبرنامج الطفل وبرامج اجتماعية وموسيقى، وهون بتشوفوا في رئيسة أو سكسك هديك، عرفت صورتها، وفي صورة لإبراهيم، هذا إبراهيم طوقان. مع الأسف يا ريت هدول الصور ينعرف الناس، يا ريت الأسماء بس، أما يعني أنا عندي برضو بعض الصور إلها أسماء. في هذا التخت الموسيقي، وفي هذا برنامج الأطفال، وهذا التخت هذا عندي بالكتاب. فالإذاعة برضو كان لها دور كبير، ويعني عززت الجهد الصحفي. يعني الموضوع كتير واسع، بس إن شاء الله أكون أعطيت فكرة. شكرا.